السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وبعد، هنا من مسجد المعمور بمدينة بوغورجا والغربية، يقول الله تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. ذكر الله تعالى في هذه الآية الكريمة ذاته أولا، ثم ذكر الملائكة ثانيا، ثم ثالثا يذكر الله تعالى أهل العلم. وهذا دليل على وسعة عظيم فضل العلم والعلماء، حيث يذكر الله تعالى ذاته ثم ملائكة قدسه ثم أهل العلم. إن للعلم مكانة عظيمة جليلة عند الله تبارك وتعالى، بل إن خير الناس، أفضل الناس، أعلى الناس قدراً ومقاماً دنيا وآخرة، هم الذين يكونون من أهل القرآن ومن أهل العلم النافع. يقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. إن للعلم مكانة عظيمة، خير الناس، أحسن الناس، من يعتني بالقرآن الكريم، بل إن الأبوين اللذين يهتمان بتعليم أولادهم القرآن يلبسهم الله تعالى يوم القيامة تيجاناً من نور من جنان فردوسه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل كل أولادنا وكل بناتنا وكل شبابنا وكل فتياتنا جميعاً من أهل العلم ومن أهل القرآن المتمسكين بآداب أخلاق صفات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين. الله يبارك في هذا المعهد الكريم، في هذه المدرسة المباركة، مدرسة المعمور، ويزيدها فضلا وكرما يا رب العالمين. يبارك في رئيس هذه المدرسة شيخنا كياهي ديدين وجميع القائمين الأساتذة الكرام. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.